ده تقرير لأعضاء الجمعية العمومية في مدينة نصر، وبيبين الوعي مدى الوعي لدى سيدات الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي، وقد إيه هم عندهم فكرة عن ما يحدث في هذه المرحلة. وبنشط الجميع، حتى لو أنت معارض، حتى لو أنت عندك أيديولوجية مش ماشية على هوا مجلس الإدارة الحالي، روح النادي الأهلي وقول على اللائحة أنت رأيك إيه فيها، ما تكونش سلبي، خليك ايجابي. احنا في مرحله خلاص عدينا دلوقتي، انت بقيت تروح لدستور البلد وتقول رايك، بتروح تقول على كل قوانين في مجلس الشعب، ابتديت تروح وتدي رايك، روح كمان لاعتماد لائحه النادي الاهلي وقول رايك. دكتور ياسر، النغمه اللي شغاله في الوقت الحالي، ما شاء الله فريق الكوره بيحقق نجاحات، الالعاب الاخرى بتحقق نجاحات، فالبعض مش لاقي شيء او منفذ يحط فيه سهام الانتقاد بشكل غير منطقي، ودلوقتي نغمة التقسيم، النادي الأهلي يقسم، النادي الأهلي يفتت، دم الفتنة. الفتنة. حضرتك شايف ان النادي الأهلي بيفتت وبينقسم؟ هو ده موضوع محتاج، عارف ايه، انه لما تلاقي مبنى كده قايل للسقوط، فانت الأحسن انك تروح موقعه كله وتبدأ تبنيه واحدة واحدة. الأهلي طول عمره في مقر الجزيرة من 1907، من أيام كان حلم في عقل عمر بيك لطفي 1905، وأسس نادي طلبة المدارس العليا، وبعدين تحول الحلم إلى واقع باسم النادي الأهلي للألعاب الرياضية 1907. وعشان كانت الفكرة بادية من نادي طلبة المدارس العليا، فكان تم الاتفاق ضمنيا على انه رئيس الجمعيه العموميه يكون هو وزير المعارف، لانه الفكره بدات عارف هدف الاهلي اللي تاسس الاهلي عشانه ايه؟ نعم. انه طلبه المدارس العليا بعد ما بيتخرجوا بيتفرقوا، كل واحد بيروح في حته، فتعمل النادي الاهلي لتوحيد وعلشان نادي الخديوي اللي هو نادي الجزيرة كان يمنع دخول الرعاع، اتكتبت كده الرعاع اللي هم المصريين والأجانب غير الإنجليز. فالنادي الأهلي شاف انه، او عمر لطفي شاف المصريين لهم حق يكون لهم نادي وتجميع الشباب، فتم الاتفاق على انه وزير المعارف يكون هو عضو رئيس الجمعية العمومية وليس رئيس النادي الأهلي. عشان بعض الناس متخيلة انه بدام النادي الأهلي بدأ ورئيس جمعيته العمومية هو وزير المعارف، فيجب ألا يقف ضد الدولة. هذا الكلام موضوع معلومات مهمة جدا وتاريخ مهم، يعني النادي الأهلي تم إنشاؤه من أجل من كانوا يسمونا بالرعاع اللي هم المصريين، المصريين اللي والأجانب الإنجليز والفرنساويين، أي حد مش إنجليزي، أقصد الفرنسيين والبلجيك والهولنديين والألمان وكل حد، أي حد مش إنجليزي بيتقال عليه رعاع. فالمهم تأسس النادي الأهلي، وكان من الطبيعي والتلقائي أن عمر بيك لطفي اللي هو صاحب الفكرة وصاحب الاختراع وصاحب الحق وصاحب الملكية الفكرية للنادي الأهلي، هو الذي حارب لتأسيس النادي الأهلي، كان المفروض يبقى هو الرئيس. فاكتشف أنه مستر ميتشل أنس لو كان هو الرئيس، لو أصبح هو الرئيس، هياخدوا أرض زيادة هيقدر هو يجيبها من الحكومة. نعم. فعمر لطفي قال الأهلي أهم، مصلحة الأهلي فوق الجميع. هذا الرجل ضحى بتاريخ أن يكون هو أول رئيس للنادي الأهلي اللي هو صاحب فكرته، اللي هو اللي أنشأه، اللي هو اللي أسسه، بس يفضل مصلحة الأهلي على مكاسبه هو الشخصية. وفضلت المسألة، وأن عمر الأهلي مكانة خاضعا للدولة بمنطق أنه اللي هو يعني الدولة بتمشيه. الأهلي عمره ما كان متمرد على الدولة، لكن عمره ما كان خاضع للدولة، ولا انه يجي وزير او ويقول للأهلي يمين يمين شمال شمال، يعني ما حصلش. واحمد عبود باشا لما راح لفؤاد سراج الدين واشتكاله من مخاوفه انه الملك فاروق ضده وبيخطط له لأشياء يرجو ألا تكون مؤسفة، فمصطفى النحاس تدخل في الأمر فقال له يا أحمد باشا إن أردت أن تقف
في وجه السراي فلن يفيدك إلا النادي الأهلي. جملة للتاريخ. رشح نفسك رئيس للنادي الأهلي، ساعتها لا الملك ولا حاشية الملك هيقدروا يقفوا قدامك. فاستجاب أحمد عبود باشا لهذه النصيحة وأصبح رئيسا للنادي الأهلي، وبقي رئيسا حتى فترة التأميم مع الرئيس جمال عبد الناصر. ولم يستطع الملك فاروق رغم عداوة شديدة بين الرجلين أن يقترب من أحمد عبود باشا لأنه أصبح رئيسا للنادي الأهلي. وحتى الرئيس جمال عبد الناصر لما رأى الأوضاع الأهلي بتنهار، والرئيس جمال عبد الناصر كان أهلاوي، فقرر أن يستعين بأحد أهم قواده والفريق عبد المحسن كامل مرتجي. وأصدر له أمر كان في العربية أن يتوجه بشكل مباشر للنادي الأهلي ليتسلم مهامه كرئيس للنادي الأهلي، ومش أي رئيس، عشان يعيد بناء النادي الأهلي مرة. فعايز أقول تاني، محمود طاهر ومجلسه لم يزعموا في أي يوم أنهم بناة النادي الأهلي. مش صحيح هذا الاتهام الكاذب جدا. كابتن حسن حمدي ومجلسه بكامل احترامي لهم ليسوا هما من بنوا النادي الأهلي، وليس هم من أسسوا، وليس هم من جاءوا بالفروع.